جهنم حضارات الغرب. الميثولوجيا اليونانية ممثلة في أعمال هوميروس، هومر، الإلياذة، إلياد، والأوديسة، أوديسي في القرن الثامن قبل الميلاد. كثر الحديث عن جهنم كمكان بيزوره الآلهة والأبطال، فدايونيسوس بينحدر للعالم السفلي لإنقاذ أمه، وهرقل هيركليز تعددت رحلاته للعالم الآخر. وبالرغم من أن جهنم الإغريقية تبدو مكان مألوف للوهلة الأولى يمكن الدخول والخروج منه بسهولة، إلا أنها كانت مستقر الهالكون الغاضب عليهم زوس كبير الآلهة، وفيها بيعذب الأبطال المشهورين. وأنواع العذاب نتاج خيال خصب الشيخ العطشان اللي واقف في بحيرة مليانة بالمية، كل ما بيحاول يشرب بتهرب المية من بين إيديه. سيزيف بيرفع صخرة عملاقة نحو قمة الجبل، كل ما وصل للقمة انحدرت الصخرة مرة تانية للقاع، إلى آخره. لكن فلسفة اليونان حينقضوا صورة جهنم الشعرية بشدة، وحتدفعهم للمرة الأولى في إعمال عقلهم في مسألة الشر المعنوي وعقابه المحتمل في العالم الآخر. فأصبح الشر عند هيراقليتس عامل من عوامل التناغم الكوني، وعند فيثاغورس بايثاغورس رهن بالصدفة ولا يشكل موضوع عقاب، وسقراط سوكراتيس بيعتبر الشر نتيجة جهل وهو قصاص لذاته. لكن أرسطو أرسطاطل كان أكثر المتعمقين، وجادل إن موت الفرد بيشمل كل من النفس والجسد، ولا وجود لجهنم في العالم الآخر. والإنسان بتعلقه بماديات الحياة وقيم فاسدة بيسبب لنفسه الشقاء والتعاسة. أما إيبيقور أبيكيروس جادل إن الآلهة لا تعبأ بأعمال الإنسان بالمرة، ووضع الأموات هو نفس وضع من لم يولد بعد، أي العدم. وجهنم هي مجرد ترهات الشعراء، والاختيار الوحيد هو بين السعادة الأبدية أو العدم. ومن هنا بيتضح إن فكرة الآلهة اللي بتحاكم البشر على أعمالها رفضها غالب مفكري اليونان والرومان، وشافوا إنها فكرة غير معقولة، وإن الآلهة إن كان لها وجود لا تهتم بالناس من الأساس، وعالمهم غريب تماما عن عالم البشر. ومع بدايات القرن الخامس قبل الميلاد أصبح هناك ثلاث مفاهيم لجهنم في العالم اليوناني الروماني. 1- جهنم الوجودية على الأرض، المفهوم اللي قدمه الشاعر والفيلسوف الروماني لوكريتيوس في عمله الوحيد عن طبيعة الأشياء دي ريرم ناتورا، اللي نشره كشرح لأفكار إيبيقور. فيها تجلت خواطر لوكريتيوس بصورة إنسانية تشاؤمية عميقة عن وحدة الإنسان العظمى في الحياة الدنيا، ونصيحته للبشر بأنهم ما ينتظروش شيء في العالم الآخر. الموت هو المخرج الوحيد من هذه الوحدة، وهو شامل وحاسم. وإن جهنم مجرد اختراع من اختراعات الأديان، وغايتها مجرد تغذية الخوف في الرعية. لكنه شاف إن في جهنم حقيقية، هي القلق المقترن بالوجود ذاته. أن تحيا هو أن تخاف، تخاف من الموت، من الألم، من المرض، من العقاب، من الآلهة، أو من عذاب الضمير. التوتر الدائم ده بين تأكيد الذات ومخاوفها هو القلق الوجودي، هو الجحيم، والحل الوحيد هو الموت. الفلسفة اللي اعتنقها لوكريتيوس وانتحر على أثرها وهو في 45 من عمره. 2- الصورة التانية هي جهنم الفلاسفة. من الصعب الحكم على تصور أفلاطون بليتو لجهنم بسبب تعدد صور طرحه، لكن من المؤكد أن رؤيته لها كانت من منظور تشريعي أكثر منه أخلاقي أو اجتماعي. أكد فيها على آخرة بعد الموت بيتم فيها الفصل بين الأخيار والأشرار. في حوار فيدو اعتبر الهالكون هم أصحاب النصيب الأكبر من الخطايا والآثام في حق البشرية، وأصبح مصيرهم الهلاك الأبدي إلى أن يعفي عنهم من اقترفوا الآثام في حقهم في الدنيا. عند أفلاطون الهالكون هم المسؤولين عن الخلل الاجتماعي، رجال السياسة والملك، هؤلاء اللي تسببوا في موت أكبر عدد من الناس، أو خانوا وطنهم، أو استبعدوا مواطنيهم. وبالشكل ده بتتضح الغاية التشريعية والسياسية من تصوره لجهنم. 3- الصورة التالتة هي جهنم الشعبية، اللي أسس ليها الشاعر الروماني فيرجيل في ملحمته الشعرية
الإنيادة، أنيد، اللي ألفها في القرن الأول قبل الميلاد وكتبها على صورة موازية للإلياذة والأوديسة في إطار ملحمي بطلها إينياس حيسمح له بالنزول لجهنم لزيارة أبوه في رحلة سفر محفوفة بالمخاطر ومليئة بالصور الرمزية والحسية. الشبه بين الآثام وعقابها في جهنم طبقا لفيرجل وعقاب القانون الروماني على التهم شبه مذهل وبيأصل لفكرة جهنم التشريعية مرة تانية بتتفاوت فيها درجات العقاب والمدة للتطهير قبل التقمص مرة أخرى. التصور الفرجيلي ده لجهنم عادة ما بيعده الدارسين أحد أهم المصادر للتصور المسيحي الكلاسيكي لجهنم بالإضافة لتصور العالم القديم التوراتي.